كلنا يحفظ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. لكن كيف نحقق هذا في واقعنا بتطبيق هذه القاعدة؟ اسمع مني ولا تسمع عني. البعض من رجال الداخلية والجيش والحرس يسأل: يجوز أن يصلي بالبسطار أو البوت؟ يجوز من السنة، بس يجوز أن يمسح عليه؟ إيه تمسح عليه، ما في حرج، وتصلي فيه أيضا، لكن برا المسجد. داخل المسجد انزع البسطار وصل مع الجماعة. لا يكاد يمر عليك يوما إلا وقد أكلت شيئا، فاحرص ألا يمر عليك يوم إلا وقد تلوت فيه شيئا من القرآن. فكما أن الأكل غذاء البدن، فإن القرآن غذاء القلب. أسعدك الله. من الناس من إذا أحب شخصا تغاضى عن كل أخطائه، ومن الناس من إذا أبغض شخصا تغاضى عن كل حسناته. يا أحباب، التعامل بالإنصاف هو سمت المؤمن. صلى الله يحفظكم. مهما قسى قلبك ومهما بلغت ذنوبك ومهما خذت من المعاصي، تأكد بأن لك ربا رحيما كريما يمهلك ويشفق عليك وانت تعصيه. كيف إذا عدت عليه يفرح بك. أخي الغالي، إذا أردت أن لا تندم على شيء فافعل كل شيء لوجه الله سبحانه وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.